عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أنواع الفعل، وليس نتكلم عن أنواع الفعل في النحو، ولكن نتكلم عن أنواع الفعل في الصرف، بمعنى أن الفعل لا نعربه ولا نقول ماضي ومضارع، ولكن نتكلم عن هذا الفعل. هذا الفعل نوعين في اللغة العربية، أو نوعين، ينقسم إلى نوعين: فعل صحيح وفعل معتل. ما معنى فعل صحيح وما معنى فعل معتل؟ الفعل الصحيح في اللغة العربية هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. يعني لو عندي فعل يعني بيتكون من ثلاثة أحرف، لابد الثلاثة أحرف دي لا تحتوي على حروف العلة، يعني لابد أن يخلو من حروف العلة. مثال: كتب. فلو نظرنا إلى كتب نجد أن هذا الفعل كتب كاف وتاء وباء هو فعل صحيح. لماذا؟ لأنه لم يجد فيه الألف ولا الواو ولا الياء، فهو فعل صحيح. والكاف والتاء والباء هي حروف أصلية، يعني ليست زائدة. وطبعا الفعل المعتل هو العكس بقى، هو يعني هنتكلم عنه بعد ذلك. ولكن قبل أن نبدأ في الدرس لابد أن نعرف شيء مهم جدا، أن الفعل في اللغة العربية له وزن. أي فعل في اللغة العربية نزن هذا الفعل. فإذا كان الفعل ثلاثي، يعني يتكون من ثلاثة أحرف، نوزنه على فعل. مثال: كتب، أو كتب فعل. وحنوزن نوزن ونقول كل حرف بيقابل حرف. فالكاف هنا بتسمى فاء الكلمة، بتقابل الفاء، والتاء بتسمى عين الكلمة، بتواجه العين، والباء هنا بتواجه اللام وتسمى لام الكلمة. يبقى لو قلت فين فاء الكلمة؟ الكاف. فين عين الكلمة؟ التاء. فين باء الكلمة؟ اللام. كتب على وزن فعل. طيب، وهو قلنا الكاف فاء الكلمة، التاء عين الكلمة، الباء لام الكلمة. طيب لو كان عندي الفعل بيتكون من أكثر، يعني بيقول هنا لابد أن تكون الحروف كلها أصلية ولا نزن حروف زيادة. فإذا كان الفعل رباعي، يعني إذا كان الفعل رباعي نوزنه على وزن فعلل. مثال مثلا نقول لو عندي فعل رباعي زي مثلا وسوس، وسوس، فحنزن وسوس ديت على فعلل، لأن هنا رباعي كل الحروف أصلية، والواو تسمى فاء الكلمة، والسين تسمى عين الكلمة، والواو تسمى لام الكلمة، والسين عين الكلمة. وهو زلزال نفس الكلام، الزال تواجه الفاء، واللام تواجه العين، والزال تواجه اللام، واللام تواجه اللام. زلزال على وزن فعلل. ده كان مهم جدا ان احنا نعرفه في درسنا، ولكي ندخل على درس اليوم اللي هو الفعل الصحيح والمعتل. قلنا ما معنى الصحيح؟ هو ينقسم، او قلنا الصحيح هو الذي خلط حروفه من حروف او اصوله من حروف العله، وهو عده انواع. يعني الفعل الصحيح ده ينقسم إلى صحيح سالم، وصحيح مهموس، وصحيح مضاعف. تعال نشوف يعني إيه الكلام ده. صحيح سالم يعني هو ما خلى من الهمزة ومن التضعيف. يعني لو عندي فعل صحيح في الماضي، يعني ثلاثي أو رباعي، نقول عليه صحيح سالم. مثال: شرب. شرب هنا فعل صحيح، لا يحتوي على حروف علة ولا يحتوي على همزة ولا يحتوي على تضعيف. شرب. ضرب نفس الكلام، لا ليس به حروف علة وليس به همزة وليس به تضعيف، فهو صحيح سالم. خرج نفس الكلام. دخل أيضا لو كان عندي قلنا يعني بعثرة، ليس فيه تضعيف وليس فيه حرف يعني تضعيف وليس فيه حرف علة، فهو صحيح سالم، ثلاثي ورباعي. طيب النوع الثاني هو الصحيح المهموس، وهو ما احتوى على همزة، يعني كانت أحد حروفه الأصلية همزة، وهو بينقسم إلى ثلاثة أنواع: مهموس الأول، يعني الهمزة تجي في الحرف الأول، والهمزة تجي في الحرف الثاني، والهمزة تجي في الحرف الثالث. يعني الهمزة ممكن تكون في فاء الكلمة، والهمزة على عين الكلمة، والهمزة ولام الكلمة. فعندي لو قلت أكل وأمر وأخذ هنقول عليهم صحيح، بس إيه؟ مهموس، يعني يبدأ بالهمزة، يعني فاؤه فيها همزة. قلنا الفعل أكل على وزن فعل، فالفاء هنا تساوي الهمزة،
فعل أكل، فعل أمر، فعل أخذ، فهو صحيح مهموز. وممكن الهمزة تيجي في العين مكان العين، يعني احنا قلنا فعل، يعني الهمزة هنا تساوي العين، فسأل فعل، يبقى الهمزة جت مكان العين. داء فعل، سأم، يبقى هنا مهموز الوسط، وهنا مهموز الفاء أو مهموز الأول، وهنا مهموز الوسط، وهنا مهموز الآخر أو اللام. قرأ على وزن فعل، صدأ، برأ، فده بنسموه صحيح مهموز، لأن كل هذه الأفعال بتحتوي على همزة، همزة في الأول، همزة في الوسط، همزة في الآخر، فنسميه صحيح مهموز، وهو نوع من أنواع الصحيح، ولكن الهمزة مش حرف علة. طيب، نأتي إلى الصحيح المضاعف. ما معنى كلمة مضاعف؟ هو ما كان أحد حروفه مضاعف، يعني مكرر، الحرف متكرر. والمضاعف ده ينقسم إلى مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي، يعني ممكن يكون الفعل مضاعف يعني مكرر الحرف الثاني والثالث، أو هنشوف مضاعف ثلاثي يعني ما كان ثالثه مضاعف. مثال: مدة، هي أصلها مددة، يعني الحرف اتكرر الثاني والثالث. شدة، أصلها شددة، فده فعل صحيح مضاعف ثلاثي. فر، أصلها فررة، فاحنا بندغم الحرفين مع بعض وبيصيروا حرف واحد، فر شدة، فده صحيح ولكن مضاعف ثلاثي. في نوع تاني اسمه مضاعف رباعي، هو ما كان الحرف الأول والثالث قد زي بعض من جنس واحد، والحرف الثاني والرابع من جنس واحد، يعني نفس الكلام مكررين نفس النوع. نقول ايه؟ مثال: زلزلة، عندي الحرف الأول والثالث شبه بعض من جنس واحد، والثاني والرابع من جنس واحد. يبقى لو حبينا نعد الحروف، واحد وثلاثة مع بعض، واثنين واربعة مع بعض، يبقى زلزلة ده بنسموه مضاعف رباعي، كون من أربعة أحرف وكل حرفين متشابهين، الوان واحد وثلاثة واثنين واربعة. وسوسة نفس الكلام، واحد وثلاثة واثنين واربعة من جنس واحد. عسعسة، جرجرة، سلسلة، نقول عليه مضاعف رباعي. يبقى إذن هنا تكلمنا عن أول نوع اللي هو الفعل الصحيح، وقلنا الفعل الصحيح ينقسم إلى صحيح سالم، وأعطينا أمثلة، وبعدين تكلمنا عن الصحيح المهموس اللي هو مهموس في الأول وفي الثاني وفي الثالث، وتكلمنا عن الصحيح المضاعف اللي هو نكرر الحرف، وقلنا إن هو نوعين: مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الفعل، أنواع الفعل اللي هو المعتل. ثانيا الفعل المعتل، المعتل زي ما نقول كده فعل مريض كده، يعني بعلة كده، في حرف من حروف العلة. أول حاجة إيه هي حروف العلة؟ قلنا الألف تبقى شكلها كده مش همزة، والواو والياء. وبنقول الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، مش حرف زيادة. طيب، ونقول ينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أنواع. الفعل المعتل هينقسم إلى أربعة أنواع. أول شيء معتل الأول بنسموه، مثال: لو جاء حرف العلة في الفاء، احنا قلنا أي فعل على وزن فعل، فلو جاء على وزن الفاء أو الحرف الأول جه حرف علة، واو أو ياء أو ألف، نقول عليه فعل معتل ونسميه مثال. فنقول: وعد، ووهب، ووصل، وجد، وضع، وقع، كلهم بادئين بحرف الواو اللي هو على وزن وضع على وزن فعل، فالواو بتواجه الفاء هنا، فكله بدأ، فبنسموه فعل مثال معتل مثال. معتل يبقى وعد معتل مثال، وهب معتل مثال، وصل، وجد، وضع، وقع معتل مثال، معتل في الحرف الأول. نيجي على النوع الثاني، إذا كانت عينه يعني إيه؟ يعني الحرف الثاني حرف علة. إحنا قلنا إن أي فعل على وزن فعل، الفعل الثلاثي، فلو كان الحرف الثاني حرف علة فبنسميه أجوف. يبقى إيه هو الأجوف؟ هو نوع من أنواع المعتل. المعتل أجوف أو أجوف ده، قال، نام، بات، عام، صام، قام. هنا الحرف الثاني حرف علة ألف أهو، فبنسموه أجوف معتل، أو معتل أجوف، معتل أجوف، ما كان ثاني حرف علة. نيجي على الناقص المعتل برضو، كنا بنقول عليه معتل ناقص، هو ما كان لامه يعني الحرف الثالث، احنا قلنا غزا على وزن فعل، فليست الغين حرف علة ولا الزاء حرف علة اللي هي العين، ولكن اللام هي اللي فيها حرف علة هنا، بتقابل اللام بتقابل الألف، فغزا على وزن فعل، فبنسمي هنا لام الكلمة بقى حرف علة فبنسموه ناقص، يعني الفعل دي سعى وبدا وغزا ومشى، ده بنسميه معتل ناقص. لماذا؟ لأن حرف العلة وقع إيه؟ في الحرف الثالث. يبقى نتكلم على المعتل، ينقسم إلى مثال ما كان أوله حرف علة مثل وصل، وهب، وعد،
وأجوف ما كان وسطه حرف علة، قال نام صام بات، ومعتل ناقص هو ما كان ثالثه أو لام حرف علة زي سعى وبدا ومشى وغزا ودعا. في نوع رابع بيسمى اللفيف. اللفيف هو ما اجتمع في الفعل حرفين من أحرف العلة. لو عندي فعل احتوى على حرفين علة، اتنين مش حرف واحد، فبنسموه لفيف. واللفيف ده بينقسم إلى لفيف مقرون، يعني حرفين العلة جم ورا بعض، ما جاء حرفين العلة ورا بعض بعضهما، أو أوى ها همزة وبعدين واو وياء، حرفين علة جم ورا بعضهم، فبنسموه معتل لفيف مقرون. معتل ها ده نوع من أنواع المعتل، يحتوى على حرفين علة، شوى الواو والياء حرفين علة، هوى واو والياء أو الألف واو ياء، عوى روى، كل ده بنسميه لفيف مقرون، يعني حرفين علة أتوا وراء بعضهم. نيجي على اللفيف المفروق، يعني هما في حرفين علة ولكن بينهما حرف صحيح، هو ما كانت حرفي العلة مفترقان، يعني أي بينهما حرف صحيح، يعني ما يجوش وراء بعض، عندي الواو والألف اهيت بس بينهم القاف، وقى، فده بنسميه معتل لفيف مفروق. وانا معتل لفيف مفروق بين الواو والألف نون، وشا بين الواو والألف شين، وعى بين الواو والألف عين، فده بنسميه لفيف مفروق. هذا بالنسبة لدرس الصحيح والمعتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.